السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ألف باء إسلام. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم للغاية، هنتكلم عن أحكام الحج. الحج يا جماعة الخير في حاجة تسمى أركان، في حاجة اسمها واجبات، وفي حاجة اسمها سنن. إيه الفرق بين الأركان والواجبات؟ إحنا دايما كنا بنسمع في أحكام الصلاة، في أحكام الطهارة، في أحكام الوضوء، إن الركن هو الفرض والفرض هو الركن أو الفرض هو الواجب، كلها مسميات بمعنى واحد إلا في الحج. الحج الأمر بيختلف، في فرق بين الفرض اللي هو الركن، وفي فرق بين حاجة تسمى واجب. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرض دوت هو اللي بيتعلق بصحة الحج، بحيث إن لو في أي شيء من الأركان دي مش موجودة في الحج يكون حجك باطل وغير صحيح. بخلاف الواجبات، الواجبات مطلوبة منك شرعا وتأثم على تركها، لكن تجبر من خلال فدية، من خلال دم يقوم به الإنسان. ولذلك احنا هنركز النهاردة الحلقة ان شاء الله عن الاركان الاساسية، الفروض الاساسية في الحج التي يتعلق بها صحة الحج. ايه هي بقى الاركان المطلوبة في الحج؟ اول حاجة خالص الاحرام. الاحرام بالحج، يعني ايه الاحرام بالحج؟ نية الدخول في الحج. الاحرام بالحج ان انا اقول نويت اللهم حج، او لبيك اللهم بحج. لو انا متمتع هقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج، الى غير ذلك، ده بيسمى الاحرام. فالاحرام هو نية الدخول في مناسك الحج، يبقى ده الركن الاساسي اللي ما ينفعش اسيبه. والاحرام ده بيكون منين؟ بيكون من الميقات. اوعى تعدي الميقات وما تكونش محرم، خلي بالك. الميقات بيختلف باختلاف كل بلد. مصر ليها ميقات معين، والعراق ليها ميقات معين، وأهل السعودية ليهم ميقات معين، وأهل اليمن ليهم ميقات معين. فميقات أهل مصر الجحفة، وحاليا يحرمون من منطقة يقال لها رابغ، على بعد 204 كيلو تقريبا غرب مكة. هذا هو الميقات الذي يحرم منه أهل مصر وأهل الشام أيضا. طيب، هل يجوز لي أن أنا أقوم بقى بالإحرام من البيت؟ يجوز شرعا، وريح نفسك من القصة بتاعت الميقات. يبقى أول ما تخرج من بيتك متوجه إلى الطائرة أو إلى السفينة، انوي الإحرام. يبقى إذن يصح أن أنا أقوم بالإحرام من بيتي أو من الطائرة أو من السفينة أو من أي وسيلة مواصلات وأنا في طريقي إلى الحج. طيب، لم أحرم، لم أقم بالإحرام من هذه الأمور، اوعى تعدي الميقات إلا وأنت محرم. طب افرض دلوقتي تجاوزت الميقات، عديت الميقات وما أحرمتش بالحج أو ما أحرمتش مثلا بالعمرة. في هذه الحالة بفرق بين حالتين. لو أمكنك ترجع قبل ما تخش في أي منسك من مناسك الحج، على طول ارجع وانوي الإحرام وارجع ادخل في مناسك الحج. طب افرض أنت دلوقتي دخلت في منسك من مناسك الحج مثلا، حينئذ فاتك الإحرام ويجب عليك الدم. يبقى ده أول حاجة، أول ركن من أركان الحج، الإحرام بالحج، نية الدخول في الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة نعم ركن أصيل، بل هو أهم ركن من أركان الحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وللعلم كثير من الناس بتظن أن عرفة هو جبل الرحمة، أبدا، عرفة دي منطقة كبيرة جدا من ضمنها جبل الرحمة. فليس شرطا لصحة الوقوف بعرفة أن حضرتك تطلع على الجبل اللي هو جبل الرحمة، أبدا. بس الشرط الأساسي أن حضرتك تكون موجود بعرفة ولو جزء بسيط من يوم عرفة. إذن لابد أن يقف الإنسان الحاج في هذا اليوم في أي بقعة من بقاع عرفة، أي منطقة من مناطق عرفة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها هنا وقفت وعرفة كلها موقف، يعني أي حتة تقف فيها في عرفة يكون وقوفك صحيحا. يبقى ده الركن الثاني. طيب الركن الثالث الطواف بالبيت الحرام. هطوف قد ايه؟ 7 أشواط. وخلي بالك لابد ان يكون البيت الحرام عن يسارك. طب وبالنسبة لحجر اسماعيل؟ لازم يكون حجر اسماعيل داخل، يعني ما تكونش بين حجر اسماعيل وبين الكعبة ابدا، خلي حجر اسماعيل على ايدك الشمال، خليه داخل، لان حجر اسماعيل جزء من البيت الحرام. خلي بالك من هذه الامور. هطوف قد ايه؟ هطوف 7 أشواط. وانتبه، الطواف لابد له من شروط معينة متعلقة بالطهارة وبستر العورة وبالنية. يعني ايه الطواف ده اصلا يا جماعة؟ احنا قلنا قبل كده انه صلاة. يعني ايه صلاة؟ يعني يشترط له نفس شروط صحة الصلاة، يعني لابد ان حضرتك تكون متوضئ، لابد ان انت تكون ساتر للعورة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الا ان الله احل الكلام، فمن تكلم فليتكلم بخير. يبقى اذا هذا هو الركن الثالث، الطواف بالبيت 7 أشواط. وهنا سؤال، ولنفترض جدلا تعبت شوية فقعدت،
ريحت لاني مش قادر اطوف. ما الحكم؟ الحكم في هذه الحالة ان كنت متوضئا وطاهرا وكان الوقت بسيط وارتحت فاكمل طوافك وابني على ما سبق. اذا هذا هو الركن الثالث من اركان الحج. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. لابد ان تقوم بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولابد له ايضا من شروط. ايه هي بقى شروط السعي حتى يكون السعي صحيح؟ اولا لابد ان هو يكون بعد الطواف، ما ينفعش تروح تسعى بين الصفا والمروة قبل الطواف ابدا. يبقى لابد انك تقوم بالسعي بعد الطواف مباشرة. هبدأ منين؟ هبدأ من الصفا، ويستحب ليك ان تقف على اعلى نقطة في هذه البقعة عند التبة العالية في الصفا، وأن تنظر إلى الكعبة من الباب، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت وبما فتح الله عليك. فالدعاء في هذه الجزئية في هذا المكان مستجاب إن شاء الله. ثم بعد ذلك تبدأ السعي من الصفا حتى تنتهي إلى المروة. وإنت بتسعى هتلاقي ضوء أخضر كده في هذه المنطقة التي بها اللمبة الخضراء، يستحب لك أن تهرول. الهرولة لأنك تمد شوية بدل المشي، بين الجري وبين المشي العادي. يبقى إذن يستحب لك في هذه المنطقة أن تقوم بالهرولة، تنتهي إلى المروة ثم تعود مرة ثانية إلى الصفا ومن الصفا إلى المروة، هكذا حتى تتم 7 أشواط. هتلاقي نفسك خلصت السعي فين؟ هتلاقي نفسك فوق عند المروة. ويستحب أيضا إذا ما وصلت إلى جبل المروة أو إلى هذه التبة العالية أن تنظر إلى الكعبة كما نظرت إليها عند الصفا من الباب، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئ. وهذا هو الركن الرابع من أركان الحج. يبقى إذن السعي بين الصفا والمروة ركن ركين من أركان الحج لقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وخلي بالك من ضمن الشروط أيضا الموالاة في السعي، يعني ما تقفش في النص، خلص سعيك على طول. ولنفترض أنت قعدت وواحد فضل يتكلم معاك وطال الفصل، يبقى إذن تبدأ من جديد. لكن لو قعدت ريحت 2 3 دقائق حتى تكمل، هذا أمر يسير لا بأس به. لكن إن طال الفصل بين الأشواط يجب عليك أن تبدأ من جديد. هذه هي أركان الحج، الأمور الأساسية اللي ما ينفعش نترك منها أي شيء. لو تركنا منها أي شيء يا جماعة هيكون الحج باطل وغير صحيح. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات ألف باء إسلام، وانشروا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.